بمناسبة الإطلاق الرسمي لسيارات الأجرة مرسيدس سيتان، نظمت أوتو نجمة الوكيل الحصري لشركة مرسيدس بنز بالمغرب مساء أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء أمسية احتفالية بحضور نخبة من الفنانين. وعرف الحدث عرض شريط فيديو يوضح العلاقة القوية التي تجمع مرسيدس بأرباب سيارات الأجرة، وفي ختامه تم سحب قرعة خصصت للحضور. سيارة أجرة سيتان جات كتكميل المجموعة ديال الشاحنات النفعية المعروفة عند مرسيدس المكونة من فيتو وسبرينتر، واللي معروفة أساسا بالقوة ديالها والديمومة ديالها وب قلة الكونسوماسيون ديالها، وبالتالي فجات لي غتكمل هاد المجموعة كاملة، وهي أساسا انطلقت في 2012 بشكلها ثلاث ديال النماذج، النموذج الأول النقل البشري، والثاني النقل البضائع، والثالث ميكس فيه مزدوج بضائع والأشخاص. وفي 2013 انطلقت السيتان سبعة مقاعد اللي حنا دخلناها في المغرب هنا في 2016، واللي ان شاء الله حنا كنقوموا حاليا بالاطلاق ديالها بصفه رسميه. انا فرحانه بالحضور ديالي في هذه الشركه المرسيدس ومع العمال ديالها، الحمد لله تبارك الله داك الشيء داز مزيان، وتنطلبوا مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. سيتان تتوفر على كل المميزات لتعرف إقبالا ونجاحا كبيرا، فالعديد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة يرتبطون عاطفيا بسيتان، كما أنهم تلقوا بارتياح كبير هذا النموذج الجديد الذي يجمع ما يبحث عنه مهنيو سيارات الأجرة. كنشكر أوتو نجمة على الحفل الرائع اللي صراحة عجبنا بزاف، وبالنسبة لهذه السيارة اللي هي مرسيدس فهي بالنسبة لي كرأي شخصي هذا فهي من أحسن السيارات اللي كنعشقها أنا بعدا، فكاع لي مارك ديال مرسيدس بعدا دوز، خصوصا بالنسبة للطاكسي فهاد السيارة كتبان لي ممتازة جدا. بالنسبة لي أنا هاد السيارة ولا اللي قبل منها، حنا كبرنا في مرسيدس والشعب المغربي كيعرف مرسيدس وغادي نجدوا الحاضرة في مرسيدس. بالنسبة لنا السيارة مزيانة، مرسيدس زينة، البيئة زينة، موجود واقتصادية والحمد لله بخير وعلى خير، مزيانة بزاف كاع، أحسن شيء مرسيدس. أنا كنفضل مرسيدس أحسن طوموبيلة في كل بلاصة. السيارة تمتاز بمجموعة ديال الأشياء، أساسا هو أنها فيها واحد المجموعة من الأنظمة اللي كتضمن السلامة وكتضمن الثبات على الطريق وكتضمن مجموعة ديال الأشياء اللي دائما تميز مرسيدس في كاع المجموعة ديالها. هذا نقدروا كاع نسميو هذا الأمر هذا بالإمضاء ديال مرسيدس في جميع السيارات، النفخات الأمامية والنفخات الجانبية، لا بي اس، لو بي في، لو اس بي، ومجموعة من الأشياء اللي زايد أصلا بصفة ثانية. كاين هناك 110 ديال الخيل في المحرك، زيد على ذلك العلبة عندها 6 ديال السرعات، الوحيدين اللي عندنا 6 ديال السرعات في هاد السيارات ديال الأجرة، وبالتالي فالاستهلاك ضعيف جدا، ما يقرب على 4.3 لتر في 100 كيلومتر، وعندك مجموعة ديال الأشياء أخرى اللي كتساعدك في السياقة، نظام اللي كيخلي لك السائق بنفسه يعرف اش من سرعة خصو يختار، باش ما يبقاش باش تكون دائما الاستغلال الأقل. زيد على ذلك كاين نظام ديال كيتبع الضغط ديال العجلات، لان كتعرفوا بان الضغط قد ما كانش مزيان كتكون استهلاك ديال العجلات، وكيكون حتى الاستهلاك ديال البنزين عالي. مجموعة مرسيدس كانت ولا زالت تتسم بأسلوبها الخاص وجودتها، تمكنت من خلالها سيارة مرسيدس 240 أن تصبح أسطورة في مجال النقل الحضري.